مرحبا بكم بعدا عندنا اليوم في بالماريس. هذا شرف لي انكم جيتوا تشرفتونا اليوم. عواشركم مباركه. نسبقوا عباد الله بعدا نبارك لكم العواشر. بالنسبه للمسار الكروي ديالي الحمد لله كما تعرف واحد الفئه كبيره ان كاين واحد الجيل اللي عارف يعني المسار الكروي ديالي وكاين واحد الجيل اللي جديد. بالنسبه لي انا من مواليد مدينه مراكش بالضبط يعني مدينه امزبوط، والاصل ديالي من واحد الدوار اللي كان يعني كنفتخر اني كنتمي ليه اللي هو ولاد يحيى. بديت المسار الكروي ديالي في المدرسيه الحمد لله يعني استطعت انني نفوز بالبطوله الجامعيه بجامعه القضيه عند مراكش اللي فتحت لي الابواب ديالها الحمد لله باش انني ندير هذا المسار الكروي. من بعد التحقت بحد الفرق في الهوات اللي هو فريق صخور حامنا اللي تنبغي نشكرهم بزاف لانه كانوا يعني السبب ديالي ديال انني يعني ندير هذا المسار الكروي حتى هما، يعني تحيه كبيره لهم. من بعد التحقت بفريق الفتح الرياضي اللي دوزت فيه 6 سنوات. هاد 6 سنوات هادي كانت فيها واحد السنه اللي كنت التحقت بفريق رجاء بني ملال فاش كان في قسم الهوات. الحمد لله بعد الرجوع ديالي يعني استطعت انني نفرض يعني راسي في فريق الفتح. الحمد لله كانت سنه موفقه. من بعد جات السنه اللي موراها كان الصعود مع فريق الفتح الرياضي، والسنه اللي موراها كان نهائي ديال كاس العرش، والسنه الثالثه كان يعني الفوز بكاس العرش وكاس الاتحاد الافريقي. من بعد يعني نهايه العقد ديالي مع فريق الفتح الرياضي التحقت بفريق المغرب الفاسي اللي الحمد لله كان فيه واحد التوهج كبير. استطعت انني حققت الثلاثيه التاريخيه لفريق المغرب الفاسي الحمد لله رفقه الزملاء ديالي، يعني كاس الاتحاد الافريقي وكاس يعني السوبر الافريقيه وكاس العرش. من بعد كان الانتقال ديالي لفريق الرجاء الرياضي اللي الحمد لله حتى هو يعني كان فيه واحد التوهج كبير. استطعت انني يعني نحقق بطوله وكاس العرش ونهائي ديال كاس العرش ونصف نهائي ديال كاس العربيه والنهائي ديال كاس العالم للانديه الحمد لله. الحمد لله يعني انا كنعتبر ان فريق الفتح هو الفريق هو من اش كانت انطلاقه ديال شمس الدين الشطيبي، لان منه الحمد لله اكتسبت واحد التجربه كبيره. كنبغي نشكر جميع الاطر اللي كانوا تيشرفوا على الفريق لانه ساعدوني بزاف، لانني من اللاعبين اللي ما تكونتش، يعني ما كانش عندي واحد التكوين اكاديمي، ولكن الحمد لله فريق الفتح استطعت انني الحمد لله يعني نطور المستوى ديالي. كما قلت لك يعني السنه اللي كنا حقنا الصعود، يعني الحمد لله استطعنا نحقوا الصعود، يعني بالنسبه لي يعني انجاز كبير بالنسبه لي. من بعد يعني لعبنا نهائي ديال كاس العرش، كنا يعني خسرنا النهائي مع فريق الجيش الملكي. من بعد الحمد لله السنه اللي موراها يعني اكدنا يعني الحضور ديالنا، فزنا بكاس العرش وبكاس الاتحاد الافريقي الحمد لله مع فريق الفتح، لان فريق الفتح كما تعرف الجميع فريق يعني حتى من ناحيه التسييريه ومن ناحيه ديال بزاف ديال الامور اللي كتلقى فريق الفتح تخليك انك الحمد لله يعني تطور المستوى ديالك، لا من ناحيه التسييريه ولا كلاعب الحمد لله كتلقى الدور فيه كتخليك انك يعني تطور المستوى ديالك الحمد لله. الحمد لله يعني كانت واحد الثقه وواحد الشكر اللي تنبغي نشكر السي رشيد الطوسي اللي الحمد لله كان عطاني واحد الفرصه كبيره اللي كنتاق فيا، رغم ان مجموعه ديال الناس ما كانوش يعني ما تاقوش فيا كما تاق فيا هو. الحمد لله عطاني واحد الثقه كبيره. الحمد لله استطعت انني نحقق الفريق المغربي الفاسي، لانني هذيك السنه يعني استطعت انني نسجل اهداف حاسمه بالنسبه للفريق. هادشي ما جاش بالنسبه ليا بوحدي ولكن مع المساعده ديال الاصدقاء ديالي اللي صراحه كانت واحد العائله كبيره اللي استطعنا بها اننا الحمد لله يعني نحققوا هاد الانجازات هادو. وما نساوش يعني الدور الكبير ديال الناس ديال فاس وخصوصا الجمهور ديال فاس اللي كان عنده دور كبير الحمد لله في تحقيق هاد الانجازات. هاد الهدف هذا يعني بدل المسار ديال شمس الدين الشطيبي الحمد لله، يعني كان يعني مقابله حاسمه الحمد لله. القيمه ديال هذا الهدف هذا يعني واخا انني سجلت هذا الهدف وكان التاهل النهائي، ولكن القيمه ديالو الحمد لله بانت من بعد، يعني انتصار في النهائي ديال كاس الاتحاد الافريقي مع النادي الافريقي، ومن بعد يعني انتصار ديال في تونس على الترجي التونسي. ان القيمه ديالو خلت ان فريق المغرب الفاسي الحمد لله حققت ثلاثيه تاريخيه وخلى السميه ديال شمس الدين الشطيبي تسطع في المغرب كامل الحمد لله. صراحة في هذه المقابلة هذه كما كنت قلت بزاف ديال المنابر ان كان يعني خديت مجموعة ديال المبادرات، المبادرة الأولى والثانية والثالثة، يعني هاد
المبادره الاخرى اللي خديت وسجلت الهدف يعني كانت الرابعه، لكن المحاوله الرابعه اللي درت يعني بنفس الطريقه الحمد لله كان يعني المبادره اللي خديت كانت في المحله الحمد لله ان خلاتك انك تاهل نهائي وتحقق لقبين يعني افريقيين خلو ان فريق المغرب فاس يدخل ما بين يعني الثلاث فرق اللي كتح اللي محقق اكبر عدد ديال الالقاب الحمد لله. التجربه ديال الرجاء يعني تجربه فريده من نوعها، لان اي لاعب صراحه في المغرب تيتمنى انه يلعب في الرجاء، فريق كبير، فريق ديال الكره، فريق هويه كبيره، جمهور كبير يعني جمهور عالمي الحمد لله، كانت واحد المسانده كبيره الحمد لله. يعني الحاجه اللي كانت عندي مهمه هو اني الحمد لله لقيت مجموعه في المستوى، لقيت مدرب في المستوى، لقيت مسيرين في المستوى الحمد لله، اللي خلوني انني الحمد لله المستوى اللي كان عندي لا فريق الفتح ولا فريق المغرب الفاسي الحمد لله يعني يكمل فريق الرجاء الرياضي، لاني الحمد لله دخلت للتاريخ ديال فريق الرجاء الرياضي بحكم انني يعني فزت مع الاصدقاء ديالي بالبطوله، وفزت بكاس العرش ولعبت نهائي ديال كاس العرش ولعبت دومي فينال ديال كوب داراب ولعبت فينال ديال كوب دي موند. يعني الحمد لله بزاف ديال الناس ما عارفينش شي امور الحمد لله، مثلا انا من اللاعب الاوائل لما قلتش انا اول لاعب مغربي الحمد لله يعني كنلعب خمسه ديال النهائيات ديال كاس العرش في 50 متابعه الحمد لله، وانا اللاعب الوحيد في المغرب اللي عندي ثلاثه ديال كيسان العرش في ثلاثه الفرق مختلفين في 60 متابعه، وانا اللاعب الوحيد في المغرب اللي عندي دو كوب دافريك في عامين متابعه يعني فريق الفتح وفريق المغرب الفاسي. والحمد لله واحد الحاجه اللي ما ذكرتهاش انني الحمد لله مع فريق المغرب الفاسي كنت استطعت انني يعني نتوج باحسن لاعب في المغرب الحمد لله. هذا الهدف هذا عنده طعم خاص يعني الحمد لله كما قلت لك دخلت في التاريخ ديال فريق الرجاء الرياضي الحمد لله من اللاعبين اللي سجلوا في كوب دي موند، ماشي سهل انك تسجل في كوب دي موند، ولكن الطعم ديالو الخاص هو انني ما كنتش غنلعب هذه المقابله الحمد لله. الثقه ديال البنزرتي اللي تنبغي نشكره اللي كان دار فيا ثقه كبيره الحمد لله، دخلت واستطعت انني الحمد لله نسجل ونساعد الاصدقاء ديالي اننا في هذه المقابله نتاهلوا للدومي فينال، ومن بعد الحمد لله في مراكش ضد اتلتيكو مينيرو الحمد لله تاهلنا للنهائي واستطعنا ندخلوا التاريخ كاول فريق عربي كيتاهل للنهائي ديال كاس العالم للانديه. كنا كنتمنوا اننا نكونوا متوجين، ولكن يعني الفريق اللي كنا لعبنا معاه فريق كبير وكبير بزاف، وقلت الحمد لله ونشكروا اننا حققنا هذا الانجاز لانه انجاز كبير بالنسبه لنا، لان كنت مستريسي هذاك لو ستريس اللي كان عندي كبير، وديك المسؤوليه اللي عطاني المدرب الحمد لله فسجلت استطعت يعني بحال تحررت من داك لو ستريس اللي كان عندي الحمد لله. يعني هدف اللي كان ساهم بشكل كبير الحمد لله في المقابله ان الدري يدخلوا في المقابله، يعني ما يسهلش انك تلعب ضد فريق مثل مونتري المكسيكي معروف على الصعيد العالمي ان فريق كبير باش انك غادي تفوز عليه وغادي تاهل دومي فينال وتعاود عاوتاني يعني تلعب دومي فينال وتفوز وتلعب في فينال ديال كاس العالم الانديه ماشي سهل الحمد لله. كانت جميع الظروف الحمد لله موفره باش اننا نحقق هذا الانجاز، وتنبغي نشكروا الجماهير المغربيه كامله اللي كانت ساندتنا كامله في هذا الانجاز التاريخي. وهذه لحظه كيتمنى اي واحد اي مغربي كيتمنى انه يعني يدخل عند سيدنا ويعني ويتكرم الحمد لله بهذاك الوسام الملكي اللي تيبقى في التاريخ ديالو، لان فاش تدخل عند سيدنا وتتوسم يعني كتبقى لك انت والوليدات كل الاحفاد ديالك يعني في التاريخ ديالك. يعني سيدنا كانت واحد اللقاء بعدا قبل ما نمشيو عنده القصر الملكي بالدربيضة، يعني كان لقاء في الملعب الحمد لله، يعني كان واحد اللقاء اللي خلانا ان مطمئنين، يعني لعبنا مقابله وحنا مرتاحين الحمد لله. ومن بعد كان الاستقبال اللي كان استقبال يعني كبير، الله ينصره والله يشافيه والله يخليه لنا، لانه المعامله اللي كانت يعني اللي لقينا خلتنا انا حسينا بهذاك الانجاز اللي حققنا للكره الوطنيه الحمد لله. هو واحد الوقيته الانسان تيبغي يبدل الاجواء الحمد لله، باش انك غادي تلعب فريق كبير كفريق الرجاء الرياضي الحمد لله وغادي تحقق بطوله وتحقق كاس العرش وتلعب نهائي كاس العرش ونصف نهائي ديال الكوب داراب وتلعب فينال ديال كوب دي موند، يعني بان لي بانني الحمد لله داكشي اللي خصني ندير لفريق الرجاء الرياضي الحمد لله يعني درته. يعني اي لاعب تيتمنى انه يزيد يلعب وكل شيء، ولكن كانت ظروف منها ظروف عائليه ومنها ظروف ديال استقرار خلتني انني ننتقل من فريق الرجاء الرياضي لفريق الجيش الملكي. من بعد فريق الجيش الملكي مشيت يعني كانت تجربه شويه ماشي تجربه
اللي تنتاسف عليها، لان من الفروق الكبيره اللي كنت كنتمنى اني نتوج معها بشي لقب، حكم انه فريق كبير وفريق عنده قاعده جماهيريه تاهو كبيره. للاسف يعني الظروف اللي كنا كنمارسوا فيها ماشي ظروف اللي ساعدتنا اننا نكونوا في المستوى، رغم ان كانت واحد عدد ديال اللاعبين يعني في المستوى الكبير اللي كان يمكننا اننا نفوزوا حتى هما بالالقاب، ولكن قدر الله وما شاء فعل كان انتقال ديالي من الجيش الملكي للمغرب الفاسي، العوده للمغرب الفاسي اللي كانت عندي فرصه اني نلعب سادس نهائي على التوالي ديال كاس العرش. انا كنت تقصينا في دمي فينا، من بعد كان الالتحاق ديالي عاوتاني في فريق الكوكب اللي الحمد لله يعني وصلت مع الربع نهائي كاس الاتحاد الافريقي. هو التجربه ديال منتخب الوطن الحمد لله، اي لاعب تيتمنى يعني يمثل البلاد ديالو. انا كانت لي فرصه الحمد لله يعني مثلت المغرب يعني في البطوله الجامعيه اولا العالميه، يعني بطوله العالم الجامعيه اولا، ومن بعد يعني المنتخب الوطني المحلي ومنتخب الوطني الحاجه اللي ما خلاتنيش انني نستمر هو التغيير ديال المدربين، لان يعني كل مدرب والشوفه ديالو، كل ناخب وطني يعني والطريقه اللي كيشوفوا اللاعب اللي كيشوف انهم يكونوا يعني صالحين للمنتخب الوطني. هذا راه منتخب وطني يعني خص النخبه. يعني كانت فرصه الحمد لله اني مثلت الحمد لله هزيت القميص الوطني. كنت كنتمنى انني يعني نستمر مع الفريق الوطني، ولكن كانت اختيارات ديال المدربين اللي كنحترمهم الحمد لله. يعني باش انك غادي تجي من منطقه اللي ما فيهاش الظروف ديال الممارسه ديال كره القدم وتستطيع انك الحمد لله تحقق هذا الشيء كامل، هذا الالقاب ودي احسن لاعب في المغرب وتلعب مع ليكيب ناسيونال، هذا شرف كبير لي الحمد لله، وانا راضي الحمد لله كل رضا على المسار الكروي ديال الحمد لله. هو الصراحه كان بامكاني انني نزيد اللعب، انا حاليا دابا تنتلاقى مع الناس وهذا يعني بخير، يعني مقابلات وديه، مقابلات يعني ديال تنتلاقى مع اصدقاء قدام وكلشي، يقول لي يعني بامكانك انك باقي تلعب. الحمد لله كي تيقولوا لي جين دو في الحمد لله مزيانه وكلشي، ولكن صراحه انا قنعت وتوصلت واحد الوقيته لواحد الله يجعل البركه، يعني الحمد لله حققتي القاب، لعبتي في فرق الحمد لله. واهم حاجه عندي صراحه ماشي تا كره القدم، انا الحمد لله انني الحمد لله لعبت وخليت بلاصتي الحمد لله مزيانه مع جميع الفرق وجميع المسيرين وجميع الجماهير الحمد لله المغربيه. فين ما مشيت الحمد لله دابا يعني تلقى استقبال في المستوى، هذا هو الحاجه اللي كان الحمد لله تنشكر عليها، لان حب الناس ما يمكنلكش تشريه، ولكن الحمد لله هذا الشيء جا الحمد لله ماشي كي تيقولوا رياء، ولكن الحمد لله بالتربيه يعني الوالدين ديالنا، يعني الوالد الله يرحمه الوالده الله يخليها ليا، والونتوراج اللي كنت عايش فيه الحمد لله عاوني انني المساله ديال الاخلاق وديال المعامله اهم من الممارسه، هذا الشيء الممارسه كتجي من بعد، والحمد لله هذا الشيء كل شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى. هو اولا الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى اولا، ثم مجموعه ديال الناس باش ما نستثني حتى شي واحد، يعني باش ما نذكرش شي وننسى شي، يعني كنشكر كاع الناس اللي يعني ساعدوني وكانوا سبب في ان شمس الدين الشطيبي يوصل لهذا المستوى هذا، ووصل انه يعني مثل المغرب يعني مثل يعني يلعب في المنتخب الوطني. كنبغي نشكر جميع الاصدقاء ديالي صراحه اللي لعبت معهم، حتى الا ما كانتش حيت لان هذا جو كوليكتيف، ممكن لك تكون انت اللي حققت هذا الشيء بوحدك، ولكن بمساعده ديال الاصدقاء كاملين وجميع الناس، لا مدربين لا مسيرين لا من اطباء لا من يعني من جميع الناس اللي كيكونوا كيسهروا على الفرق اللي لعبت فيها، تنبغي نشكرهم كاملين. وصراحه انا الحمد لله كي قلت لك راضي الحمد لله، لانني حاليا هذا الشيء اللي وصلت ليه ما كنتش كنتمنى اني يعني ما كانش كيبان لي انني غنوصل حتى مثلا الربع ديالو، ولكن كلشي بفضل الله سبحانه. وحاجه اللي مهمه هو انني الحمد لله خدمت العمل 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 والعمل الحمد لله تيوصل الله سبحانه وتعالى ما تيظلمش، كتخدم راه غادي توصل، وهذا ميساج كنبغي نوصلو للاجيال اللي كاينه دابا، بانك راه الا خدمتي راه غادي توصل، لان الله سبحانه وتعالى راه تيشوف ان عز عليه العبد الملحه، كتخدم كتوصل. وكاينين ظروف عاوتاني اللي كتخليك ان تتلقى مع ناس اللي كيسهلوا عليك انك تمشي في مسار الكروي ديالك يعني مزيان وتحقق القاب كما حققتهم الحمد لله. هو الصراحه يعني جميع المدربين اللي دزت معهم الحمد لله يعني كانت واحد العلاقه خاصه مع المدربين، لان اول حاجه كيكون داك الاحترام الحمد لله. كاينين المدربين الحمد لله اللي اثروا فيا بزاف، اول حاجه هو رشيد طوزي، ان رشيد طوزي الانتقال ديالي من فريق الفتح للفريق المغربي الفاسي كان عنده واحد الدور كبير، ان كان توهج ديال الاسم ديالي الحمد لله، ولاو الناس تيعرفوا شمس الدين الشطيبي وتيعرفوا الامكانيات ديال شمس الدين الشطيبي والكره ديال شمس الدين الشطيبي.
والمدربين الاخرين يعني تنبغي نشكرهم كامل، ولكن السي محمد فخير يعني الواقع ديالو واقع خاص. ان السي محمد صراحه انا حاليا يعني كندير تدريب، انا تاثرت به بزاف، وحتى يعني العمل ديالو والطريقه باش كان كيخدم خلاتك انك تستافد. وكاينين مدربين اخرين صراحه بحال السي هشام جدران اللي كان نشرف على فريق الفتح مثلا، دابا راه في ديال القطريه، يعني اطار في المستوى الكبير. كنتمنى انني صراحه نشوفه هنا في المغرب، لان هذاك الانسان من ايامات الفتح الرياضي، وانا كنتمنى اني نشوفه شد فريق اللي ما لا فريق كبير هنا في المغرب، لان عنده من الامكانيات انه يمشي بعيد بالفريق اللي غادي يشد هنا ان شاء الله. وهذا الشيء هذا ماشي انا تنقوله، ولكن العمل ديالو تيدير في الديار القطري. عروض الاحتراف كانوا جاوني عروض كثيره الحمد لله، خصوصا من بعد التوهج ديالي فريق المغرب الفاسي. يعني كان عرض من الديار الفرنسيه، كان عروض من الخليج، من السعوديه، من قطر، كانت جاني واحد عرض من ديال اسبانيا، من الامارات. ولكن داك الاختيار اللي كنت اختاريت فريق الرجاء الرياضي خلاني انني ما نحترفش، ولكن الحمد لله يعني كان حسن الاختيار باش انك غادي تمشي لفريق كبير كفريق الرجاء الرياضي الحمد لله، وغادي تلعب وغادي تحقق القاب وتدخل التاريخ ديال الكره المغربيه بصفه عامه، وكره يعني كتقولوا كره رجويه الحمد لله. دابا كتمشي لوزيز كتلقى سميه ديال شمس الدين الشطيبي من قوشه الحمد لله، وغتبقى ليا ولوليداتي والاحفاد ديالي الحمد لله، اللي اي واحد غتهضر معاه ضروري الاسم ديالي غادي تذكر في جميع الفرق الحمد لله اللي لعبت فيها. الحمد لله يعني ديجا درت لي ديبلوم ديالي، عندي ديبلوم بي الحمد لله هنا فريق في مدينه القنيطره، استطعت الحمد لله انني نحقق الصعود مع احد الفرق هنا في الهوات. وكان عندي تجربه واخا هي قصيره، ولكن الحمد لله استفدت منها. كنت مساعد مدرب في نهضه اتلتيك زمبرا، لان كانت ظروف خاصه اللي خلاتني انني ما نستمرش، وكنتمنى انني يعني نزيد يعني في يعني باغي ندير التكوين ديالي على اعلى مستوى باش نهار تعطيني مسؤوليه نكون اهل لهذيك يعني المسؤوليه غتعطيني. نتمنى ان الفرصه تعطانا حتى حنا هذا الجيل هذا اللي جاي باش اننا يعني نزيدوا بالكره الوطنيه حتى حنا، ونعطيو اللمسه ديالنا حنا كيعطينا كلاعبين نعطيوها كمدربين ان شاء الله. هو كما كتشوف دابا انت جالسوا شو الصوره اللي هضرتي لي على 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 المقهى، يعني حتى الانسان تيجي تيرتاح، كتجي كتلقى الحمد لله يعني البالماريز ديالك التاريخ ديالك كتكون جالس يعني التاريخ ديالك تيهضر على راسك. الحمد لله كيجيو ناس هنا، كيجيو يعني عائلات، كيجيو اصدقاء الحمد لله. يعني هذه الفكره هذه بغيت نخليها ليا ولوليداتي كما قلت لك والاحفاد ديالي، وهذا يعني التاريخ ديالك تيدخل لواحد تيلقى الحمد لله يعني كما شتي التونيات هنا ديال الجميع مع جميع الفرق اللي لعبت فيها. كاين واحد التونيات اللي مازال ما زدتهمش لان باقي غنزيد، يعني كنت الفرق اللي كنت لعبت لها في صخور حامنا، ولا في كنت لعبت في وداد التماره واولمبيك اليوسفيه، يعني شحال من واحد تيصيفط لي ميساج راه ما درتيش التوني ديال كذا، ولكن غندير هذا الشيء لانني كل مره كنزيد حاجه. هذه الفكره هذه كنتمنى ان الناس اللعابه يعني يديروا بحال الفكره هذه، لان غتولي مرجع بالنسبه للاجيال اللي جايه ان شاء الله. اولا تنبغي نشكركم انكم جيتوا شرفتونا اليوم، وتنتمنى يعني التوفيق للجميع وعواشكم مباركه، ونتمنى منتخب وطني ان شاء الله يجيب لنا كوب دافريك ان شاء الله.